بصورة كبيرة بالفعل كرة تلعب وتصل للظهير الأيسر أكونيا. هذه محاولة كرة تلعب ولكنها مرت للأمام. نحن اليوم ما قابلنا، بالمناسبة قابلنا ألمانيا، منتخب ألمانيا طبعا في كأس العالم، في تاس كرة فيها سرعة كبيرة الآن لمنتخب الإمارات من حارب عبد الله سهيل خارج الملعب. رامي تماس لاعب خبير ولاعب شاب صغير 19 سنة نوفمبر وصلت إلى طبعا ميسي في هذا المكان. الدقيقة الثامنة الحظية الخطيرة مرت من أمامي منتخب الإمارات بالفانيلة الجديدة، كرة تلعب خطيرة للأرجنتين، ولكن برافو 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 شاهين عبد الرحمن في يوم ميلاده رقم 32 مواليد 16 نوفمبر، اليوم 16 نوفمبر 92 كوبا أمريكا المرشح للمونديال مع ليونيل ميسي. هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام، ولكن قالت على ليونيل ميسي، قالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خارج ليس. يشعرك ليونيل انه خارج نطاق المباراة. حلوة منتخب، حلوة 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 حلوة. الله الله يا ولد، الله يا عبد الله، يا حارب عبد الله سهيل. الله 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 على الكرة. شوف 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 المرور، شوف السرعة، شوف القرب. الان عند 35 مباراة بلا خسارة، كرة تلعب وتصل لميسي عند خالد عيسى في الكرة في الماضي. يحسب ايضا ل طبعا خليفة الحمادي انه ما ترك ميسي. شوف هذه الكرة، هذه الكرة لما لعبت في هذا المكان هو، لكن الحذر 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 الحذر. ميسي ميسي يرسلها ويسجل، الارجنتين تسجل، الارجنتين تسجل الهدف الاول من الفارس. كانت لنا كانت لنا كانت لنا، نعم المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن بالمرتدة نحن فتحنا الطريق. نحن طبعا المساحات الموجودة، الفارس جوليان الفارس مع غوارديولا في السيتي يسجل هدف الدوري الثالث في مباراة الدوري رقم 12. نعم لعبت في هذه الصورة، التسلل غير موجود لأن برحاني كان مخطي، لكن ميسي بعد ذلك ناظر الزميل والكرة إلى جوليان الفارس خايف الآن عن طريق دي ماريا. كرة تلعب بهذه الصورة والمحاولة مستمرة ولا زالت قائمة أيضا، والتسديدة ولا الملعب. هذه كرة لصالح الأرجنتين، تلعب عالية، إبعاد تسديد. الله الله دي ماريا دي ماريا دي ماريا، الجودة كما يجب أن تكون، الجودة الأرجنتينية، الجودة الكروية كما يجب أن تكون. نعم الكرة لعبت أنخيل دي ماريا، هذا اللاعب الحاضر أكونيا، ماركوس أكونيا هو اللي جاب العرضية الظهير أيسر، لكن الجودة كما يجب أن تكون، الجودة كما يجب أن تكون. نعم لعبت العرضية الأرجنتين والكرة فيها محاولة مرور، ميسي ميسي سدد وصدت ووصلت إلى خارج الملعب إلى بربروكي إلى بربروكي. أنا مؤمن يا ميسي أن الفصول أربعة وستظل دوما أربعة، وبأن شمسا وأكونيا لاعب إشبيليا الإسباني